اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. وهنا الفقهاء يعني الآثار فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، وبعض الآثار فيها أنه كان يرفع يديه صلى الله عليه وسلم حتى يحاذي بهما أذنيه. الفقهاء يرجحون، منهم من يرجح أن البلوغ باليدين حذو المنكبين، ومنهم من يرجح البلوغ بهما حذو الأذنين. الباجي أبو الوليد رحمة الله عليه قال يعني ارتاء صورة يجمع فيها الحديثين، فقال إن أسفل الكف مما يحاذي المنكب، فإذا كان أسفل الكف يحاذي المنكب فإن أطراف الأصابع تحاذي الأذنين، وهذا جمع لا بأس به. وإن كنا نرى أن مثل هذا يصنع فيه المصلي ما يشاء، هذا من إن شاء حاذى أذنيه وإن شاء منكبه إن شاء حاذى أذنيه. وهذه المسألة كالمسائل أخرى فيها إفراط وتفريط. يعني أنتم ترون أن الأمور التي يذكرها الفقهاء يذكرونها سهلة، عندما قال ابن الجزري في منظومته في الجويد هذه المقدمة مبينا أحوال الجويد عندما يقول لك باللطف في النطق بلا تعسف، شاهد كلمة باللطف هذه هو ذكرها في القراءة، نحن نسحبها ونطردها في كل أحوال العبادة، كل أحوال العبادة تكون على السهولة على اللطف على اليسر. لماذا قلت أنا إما إفراط إما تفريط؟ لأن تجد يعني وإن كان الباعث على ذلك في جهة، أنا الآن أتحدث عن الإفراط، الغالب أن الباعث على الإفراط هو الحرص على التمسك بالسنة، لكن هذا التمسك بالسنة أحيانا قد يصير المرء كأنه نوع من كأنه آلة. يعني ترى الإنسان بعض الأناس شي يدير بالمسطرة خصها تجي، فحتى ما تبقاش يخرج عن اللطف، ولا إذا يجي حذاء الأذنين هذه حذاء الأذنين تديرها خصو يجبد صبع ودنين لهنايا باش يتأكد أن صبعو راه مور ودنو، لا خرج من اللطف. هذا كله مبني يعني المحاذاة تحصل بأدنى سبب، والتفريط آخر إذا كبرت يعني أدنى كبير أقل ما يطلق عليه اسم رفع اليدين، وفي ذلك طبعا الحسنة بين السيئتين والسنة بين الجافي عنها والغالي فيها. نعم. وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشادي.